أهلا متابعينا الكرام أينما كنتم وأينما توجدتم. اليوم يسعدنا في لقاء مهم جدا في مباراة القمة، قمة الأسبوع تجمع بين الزعيم العناوي وكذلك الإمبراطور الوصلاوي. هي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، هي مباراة للإمبراطور بحاجة إلى ثلاث نقاط وكذلك زعيم العناوي لكي يكون من ضمن الفرق المتصدرة. كذلك خلونا نشوف المباراة وناخذ لقاءات مع جماهير الإمبراطور وكذلك من جماهير الأمة العناوية. هي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، آراء الجماهير هي من اليوم معنا واحد من الأقطاب الوصلاوية. متفائل إن شاء الله؟ والله يعني هاي المباراة وايد مهمة، لازم نفوز، تعادل ما أرضى فيه. حتى الوصل لم يسبق أن انتصر على العينة في ملعب الساد هزاع بن زايد، هل تكون اليوم قبل التوقف انتصار تاريخي للوصل؟ إن شاء الله، لا إن شاء الله لازم نفوز والله. وأنا وايد مهمة لأن الجزيرة شو تعادلوا؟ الجزيرة حقق انتصار. مو مشكلة، لازم نفوز إحنا عشان هاي الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا أنا أشوفها، لأن في حال ما فزنا الفرق روحوا يعني. الوصل جاي من خسارة وياي من بحاجة إلى ثلاث نقاط، العين كذلك جاي من تعادل بحاجة إلى ثلاث نقاط قبل التوقف. هاي لازم نفوز فيها. ليش؟ لأن أنت يوم بتفوز فيها بتعدل وضعك في الشتوية، وإحنا نتأمل هالفوز يخلينا حتى مهما سوى، عن رأيي الشخصي مهما سوى جلبرتو إن شاء الله لو يجيب هاتريك الشتوية يروح خلاص يشوفوا له نادي. شو اللي محتاج لنا الوصل في فترة الانتقالات الشتوية؟ لاعبين إلى ثلاث لعيبة، ولازم لأن إحنا لو تبغى تشوف الإحصائية تقدر تقول أقل فريق استفاد من اللعيبة المقيمين إحنا. بس أنتم ما شاء الله عندكم مدرب بقيمة عالية جدا، الأرجنتيني بيتزي، لاعبين مواطنين بقيمة عالية مثل علي صالح، فابيو ليما، اليوم استقطاب مثل خالد الزين الزعيم والإمبراطور والزعيم. العين 14 لقب والإمبراطور 7 ألقاب، العين بحاجة إلى انتصار والوصل كذلك بحاجة إلى أن يكون من ضمن الفرق أن تأخذ الصدارة في حال تعرقل شباب الأهلي. كيف تشوف المباراة؟ والله أول شيء أقول لك مباراة قمم بين فريقين كبار، العين فريق كبير يحترم، واليوم أنت في العين في دار الزين، يعني أنا أقول لك مباراة صعبة على الفريقين. اليوم نحن نحترم العين، نحترم فريق العين، فريق العين بطل الدوري، عنده مميزات كونه يلعب على أرضه بين جمهوره. نحن اليوم نبغي نطلع بأقل الخسائر، يعني إذا أخذنا ثلاث نقاط كان بها، نبغي التعادل لأن التعادل يمكن يصلح بين الجماهير وبين فريق الكرة، اللي اليوم نحن مبراضين على أداء الفريق لأنه صار عندنا تخبط في الفريق. وإن شاء الله في الأيام الجاية اللي هي الانتقالات الشتوية إن شاء الله يكونون الإدارة يعني لملمت الفريق على بعضه وجابت لعيبة يعني على المستوى. جمهور الوصل لغاية الآن بعدهم يعني ما دخلوا المباراة، جمهور الوصل بانتظار التذاكر. المشاهدين ومتابعينا الكرام متواجدين حاليا عند جمهور الوصل، جمهور الوصل لغاية الآن ما دخلوا بسبب نقص في التذاكر. إن شاء الله أن جمهور الوصل راح يدخل داخل الملعب إن شاء الله ويحصلون تذاكر، لأنه حرام كمية جمهور الوصل يعني عدد كبير جدا لغاية الآن ما دخلوا بسبب التذاكر. ناخذ اللقاءات مع بعض الجماهير الوصلاوية والإمبراطور. الإمبراطور والزعيم توقعاتك؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، توقعاتي فوز الوصل إن شاء الله 3-2 ونستمر في المنافسة على الصدارة. متفائل؟ والله وايد. الوصل يخليني مو بس أتفائل، الوصل يخليني أحلم لبعيد. ترى إذا فزتوا اليوم على العين راح يكون انتصار تاريخي. نعم، مو انتصار تاريخي لأول مرة في ملعبهم، ولكن احنا فزنا عليهم في كأس الدولة السنة اللي طافت في ملعبنا، نفوز عليهم مرة. كيف تشوف المباراة بحكم أن الجزيرة انتصر في المباراة من قبل شوي، الوصل بحاجة إلى انتصار، العين كذلك بحاجة إلى انتصار، العين تعادل في المباراة الماضية، الوصل جاي من خسارة من شباب الأهلي في ديربي. نعم، بعد البداية المثالية للوصل في دورينا وبعد فوز على المتصدر الشارجة وصدارة لدورينا، خسارة الجولة اللي طافت أثرت علينا، خسارتنا في الجولة ممكن تأثر تأثير قوي على اللاعبين نفسيا، على الجمهور بعد، وممكن يعني تأثر على رتم المنافسة للوصل على الدوري. ومتعصب
وحمودي وصلاوي. تعال حمود، تتوقع انك بتفوز اليوم؟ انا اتوقع بفوز. والعناوي يقول لك مستحيل. اكيد نحن بنفوز، هذول خسرانين اصلا. انا متاكد، انا متاكد 3-0. منو بيسجل اهداف العين؟ سفيان الرحيمي. سفيان وبعد؟ وبعد ايريك. يا الله، يعني سفيان بيسجل هدفين وايريك بيسجل هدف. انت شو تتوقع منو بيسجل من الوصل؟ شنقلاي وعلي صالح. شنقلاي وعلي صالح؟ حبيبي علي صالح لعيب. علي صالح والله ما يقدر، لان ايريك سفيان الرحيمي والله العب منه. العب منهم يا ابوك، انت ما تعرف انت لعيبة الوصل؟ لعيبة الوصل وايد لعيبي، بس اقوى لاعب عندي علي صالح. صدقني علي صالح بيسجل، يعني بيسجل. انا احس 1-1-3-1-10. متوقع العناوي ان النتيجة راح تكون 10-1. وتوقعاتك انت قلت لي 2-0. 2-0. وصلاوي متواضع قال لك 2-0. ويا بخت اللي راح ينتصر في هذه المباراة، لما جميلة من بين الاشقاء، بين الوصلاوي والعناوي. قولوا معايا خلكم ايجابيين، قولوا خلكم ايجابيين، خلكم ايجابيين. عناوي ولا وصلاوي؟ عناوي طبعا. عناوي شكلك متعصب. ايوه. كم تتوقع النتيجة؟ ان شاء الله 2-0 للعين. 2-0 للعين. ايوه. لو حققها الوصل؟ لا صعب، في العين هنا صعب، في العين هنا صعب، لان العين فرق 7 نقاط، فعايز يعوض. العين جاي من تعادل امام بالناس، جاي من تعادل وان شاء الله بيفوز. وكذلك عشان الوصل جاي من خساره، الوصل بحاجه الى 3 نقاط. لكن هنا في العين مش في زعبيل، احنا هنا في العين مش في زعبيل. بعيدا عن بعيدا عن الاجواء المباراه، شايف صوت الجمهور عامل؟ نعم. توقعاتك بسرعه. 3-0. 2-0. تعال انت بعد، تعال انت لابس شعار نادي العين، لازم تطلع قدام. كم توقعاتك بسرعه؟ 2-1. من بيسجل الاهداف؟ اكيد ايريك ولابا. ايريك ولابا، تعال بسرعه. كم تتوقع؟ 2-1. يا رب ما تقول 5. تعال بسرعه. كم توقعاتك؟ 0-0. ليش؟ يعني تعادل، لا خساره ولا لا. يعني تحاول ترضي جمهور الوصل وترضي جمهورك؟ يعني نحاول نرضى نعم جميع الاطراف، يعني ما نبى نزعل حد منا. لكن العين، لكن انا دم عيناوي. العين بحاجه الى الانتصار. ايوه الله يوفق العين ان شاء الله. الوصل كذلك بحاجه الى انتصار. العين جاي من تعادل امام بنياس، الوصل جاي من خساره ضد شباب الاهلي. اليوم التعادل ما بيخدم الفريقين بكل امان. خلاص ان شاء الله 5-0 لصالح العين طبعا. زين مين بيسجل الاهداف؟ لابه 1. زين ايريك، سفيان، يربليكو وكاريزما ان شاء الله يسجل جول بعد اليوم. قال لك كاريزما يتوقع انه بيسجل هدف. كاريزما تعرف وين الحين؟ والله اعلم، يمكن في دكه الاحتياط او انهم ودوه المستشفى. عندي رساله الى بندر، ممكن العرضية يا سفيان، عرضية في مكان الله. الحقيقي انه أعزائي المشاهدين، بعد انتهاء الشوط الأول بتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، راح ناخذ لقاءات من قبل الجمهور الوصل، كذلك من قبل جمهور عندنا ضيف من جمهور الوصل. تعادل مرضي لغاية الآن في الشوط الأول؟ الحمد لله، دام نعرضهم بين جمهورهم، تعادل مرضي لنا الحين، وإن شاء الله فوز لنا.
بإذن الله تعالى. شوف 45 دقيقة مهمة جدا لفريق الوصل، لأن الوصل بحاجة إلى انتصار لأنه جاي من خسارة من ضد شباب الأهلي، بحاجة إلى 3 نقاط لكي يعزز في الصدارة في حال خسارة شباب الأهلي في مباراة الغد. اليوم الجزيرة كذلك انتصار، كل الضغوطات على فريق الوصل، فوز الوصل اليوم شيء تاريخي، انك انت تفوز على ملعب على العين في ملعب العين وانت ما انتصرت على العين منذ فتره طويله جدا. ان شاء الله التاريخ كله يتغير اليوم باذن الله. نفس ما قلت، انتصار على العين في ملعب العين يعتبر شو؟ انجاز. انجاز. برجع اقول لكم ان شاء الله الانتصار وصلاوي. الشوط الاول تعادل الايجابي لهدف لكل منهما، راضي بالشوط الاول؟ ها على المستوى، بس التعادل التعادل ما يخدم الفريقين. وصلاوي متفائل لغاية الآن، النتيجة 1-1، تعادل مرضي؟ شو؟ التعادل مرضي؟ لا أبدا، الفوز إن شاء الله بإذن الله لينا بإذن الله. بس نحن أحيانا في الشوط الأول نسخن، باخذين الشوط الأول تسخين لعيبتنا يالسين بعدهم. لو حققت الفوز اليوم على العين راح تكون تاريخية. مو بتاريخية، نحن وقت ما نبى نحقق نحقق، وقت ما تبى ما تبى، وقت ما نبى ما نبى، نعطي الفرصة لأن غيرنا يصعد فوق. لا، اليوم جمهور الوصل مطالب ببطولة الدوري، مطالب ببطولة الكاس. اليوم فريق الوصل مش بسيطة على منصات التتويج بس، ولكن غايب اليوم جمهور الوصل عمره ما تخلى عن الفريق، صح ولا لا؟ نعم. اليوم نشوف نحن مؤازرة فريق الوصل بشكل كبير، جمهور الوصل مع الفريق. اليوم جمهور الوصل يطالب النادي بالبطولة. عام 23 تتوقعها إن شاء الله وصلاوية؟ أكيد. متفائل؟ متفائل. أكيد. شالينا ورايحين نحن، جايين شالينا ورايحين دبي. عناوية شدوا حيلكم. نحن جايين ضامنين. هذه للإمبراطور. جايين يكتسحون الملعب. هذا العلم. هذا العلم غير. الله، انت تشوف لونه، لو جمهور الوصل يقول اصفر 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 لونه تفاؤل. زين، امنيتك في عام 2023؟ امنيتي 23 ما عندي امنيه، لان الامنيه بتتحقق. شالينا ورايحين. وصلاوي ولا عيناوي؟ اكيد عيناوي. ما يبغى عيناوي تتفائل من النتيجه الشوط الثاني؟ والله العيب يدقون شو. ليش ليش مش متفائل؟ هم يلعبون اول شوط، الشوط الثاني خرونا. بالعكس، الشوط الثاني شوط عناوي ان شاء الله. اعزائي المتابعين الكرام، على المباراة تحدث كل من، يا ترى حد الجمهور العين او جمهور الوسط راضي بالنتيجة ام لا؟ لكل الحادث الحديث مع جمهور الوسط او مع الجمهور العين. عناوي ولا عناوي؟ عناوي. انا متعادل 1-1. العناوي فاز اليوم، في جول ما انحسب. ما انحسب؟ ما انحسب. والنتيجة النهائية 1-1. بس ما انحسب، بس نحن لازم نفوز اليوم. صحيح، هو بس الحكم متحيز. صح صح صح، يعني حتى صاحبي مش هاد الكلام. ها صحيح. أيوه. اشهد. والعناوي ان شاء الله يفوز المباراه الجايه. يعني امنيتك في عام 2023 ان العين يفوز في السنه الجديده؟ اكيد. بس سنه 2022 العين ما فاز فينا. هو فاز في قلوبنا، مش شرط في الكوره. اذا ما فزنا على الوصل كيف بنفوز في كأس السوبر؟ كيف إذا ما فزنا على جمهور الوصل؟ هل هم راضين بالنتيجة أم لا؟ خلونا نشوف رأي جمهور الوصل كذلك. أعزائي واحد من جمهور الوصل، وصلاوي جاي من دبي، زعلان على النتيجة؟ والله أكيد. المفروض تفوز أنت الحين. المفروض نفوز عشان نبي. آخر ثواني ضيعتوا هجمة. الحكم. الحين جمهور العين بعد يقول لك الحكم. الصراحة ما أعرف، كل حد يقول عن العناوين. 1-1 المفروض تكونوا راضين على الحكم. كيف نكون راضين وحنا نبى الصدارة؟ خلاص طار منكم الحين الصدارة. إن شاء الله الدور الثاني نجيب. شو اللي محتاج لنا الوصل في الدور الثاني؟ يعني أنت تشوف الانتقالات الشتوية، شو اللي محتاج الوصل؟ نجيب الصدارة. هو نحتاج. أنت غايب عن بطولة الدور الثاني. إيه زين، 12 سنة. 12 سنة الوصل بحاجة إلى بطولة الدوري. بعض الجماهير قالوا امنيتنا نحن في عام 2023 نجيب بطولة كأس رئيس الدور. انت شو امنيتك في عام 2023؟ دوري كأس ثنائية، يعني بتعيد السيناريو 2006 2007؟ ان شاء الله.
بس محتاجين جمهور الوصل يملأ الملعب في 2006-2007. اليوم نحن في سنة 2023 محتاجين مثل هالجمهور، بس اليوم ما نشوف جمهور. نحن والله أول شيء كنا بس الحين ما أفهم. رسالتك لجمهور الوصل. بعد رسالتك لجمهور الوصل. وإن شاء الله. وصل ان شاء الله بقيادتهم بقياده احمد بن شعفر الوصل راح يكون مع كل جمهور الوصل اللي متاملين ان شاء الله، ودائما جمهور الوصل مع الفريق حتى وين ما كان. وهذه رساله من احد جماهير الوصل، يجزاه الله خير. اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام، معنا عناوي زعلان المفروض تكون عافيه، لا انت خسرت ولا 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 الوصل خسر، تعادل 1-1 على الوصل. ها اي صف جمهور العين ما شاء الله كلهم راضين على النتيجه، راضين على النتيجه. لا 1-1 طلعتوا حبايب. لا والله العين الحكم ما زعلكم، والله زعل الحكم ما زعلكم. انتوا سجلتوا هدف وهم سجلوا هدف. لا بلنتيات لا بلنتيات ولا فاولات، هم لا لاعبهم يمثل يطيح يسوي دراما حق شباب فاول. زين حتى جمهور الوصل مش راضي بعد مع نفسه والله. افرحوا بالتعادل افرحوا بالتعادل، هم فرحانين بلنتيين. يعني حتى جمهور الوصل مش راضي، يعني الحين كلكم زعلانين. نعم والله انا اشوفها نتيجه عادله. الحكم يوم زين الكران يعطيك الصحه. نبي نفوز هالزعيم عناوي ما خساس الله ان شاء الله. امسك فنان احسن واحد اللي موجود هنا الكار، احسن صور ابغى محمد جرام ومحمد ذهب برامج عباس. الله يعطيك الصحه والعافيه حبيب قلبي. هذا قلب الزعيم، هذا زعيم الكمه. نيتك في 2023؟ في 2023 ان نجيب اثنين اجانب ومقيم. شو منيتك؟ نجيب اثنين اجانب ومقيم، لاعب مقيم. امنيتك انت؟ لا هذا بالوصل، هذا امنيتك في 2023 الوصل. 2023 ان شاء الله كاس رئيس الدوله باذن الله تعالى. هذه امنيه من جمهور الوصل بان عام 2023 ان تكون فيها بطوله لجمهور الوصل. ان شاء الله. يا ترى يا ترى هل جمهور الوصل يا ابو سعيد في عام 2023؟ والله اول شيء نتمنى الامن والامان، ونتمنى الخير لبلادنا وشيخنا محمد بن زايد، ونتمنى طال عمرك ان الدوله طال عمرك تمر بامن وامان ورخاء لله الحمد. نتمنى كل خير طال عمرك لدولتنا ولجميع دول المسلمين، نسال الله العفو والعافيه فقط. سؤال بسيط جدا، وهذا السؤال لك انت شخصيا، امنيتك في عام 2023؟ والله امنياتي في عام 2023 الله يحفظ، امنيتي ان يدوم الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده يا رب العالمين، ويحفظ لي كل غالي على قلبي ان شاء الله. يا رب العالمين امنيتك في عام 2023 العين يحقق بطوله اسيا؟ امنيتك في عام 2023؟ تعال انت عندك امنيه خطيره تصير غني. يا الله يا رب، وش سويت غني؟ أرجوك أعزمني بس عادة ما بتعزمني على ريوم يا الله، حب حق الأكل يا الله يا حبهم حق الأكل. تعال خلينا نشوف واحد ثاني. تعال شو أمنيتك في عام 2023؟ تاخذ لك لفة ها؟ أيوة لفة. تشوف شو أقرب مول قدامك في الجمعة. كابتشينو ولا نسكافيه ولا امريكانو؟ تركش يعدل المزاج. ولا زعل تركش. توفيق والسعاده. توفيق وشو؟ السعاده. والسعاده. زين ما تتمنى كذي وانت تمشي يجيك علاء الدين يعطيك كذي مليون تاخذ فيه سياره فراري؟ هذا امنياتي. تكون لاعب عندك سلف بس ان شاء الله. حيلك امنيتك في عام 2023؟ بصير لاعب ان شاء الله. امين. تلعب في نادي العين فريق اول؟ ايه ان شاء الله. وانت شد حيلك. شو امنيتك في عام 2023؟ عندي امنيه. ليش؟ عندي اسوي لاعب مشهور باذن الله تعالى. تلعب في نادي العين؟ سؤال بعيد عن كره القدم، بعيد عن كل شيء، امنيتك في عام 2023؟
انتحر. الله 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 الله. لو سألتك أمنيتك في عام 2023؟ أنا آخر سنة أدعو لي أجيب بس فوق السماء تسعين يا رب العالمين. آخر سنة. وأنت شد حيلك؟ شاد حيل الحمد لله. الحمد لله. النتائج يوم 9/1 دائما. النتائج يوم 9/1 أدعو لي بس بإذن الله تعالى. دائما رضا الوالدين أهم من أمك وأبوك. بس أهم شيء رضا الوالدين. أيوة. ولا تنسى رب العالمين. وإن شاء الله أن أمنيتك تتحقق في عام 2023 باللي أنت ترضي يا رب. قول آمين. آمين والله. ما تتمنى تكون ضابط؟ ما تتمنى أنك تكون إن شاء الله تحقق أمنيتك يعني المستقبلية؟ ما تتمنى أن الله يرزقك ب10 مليون في جيبك؟ لا أنا بدي الجنة بس يا رب العالمين. بعيد عن كرة القدم، أمنيتك في عام 2023؟ الله يوفقك ويوفقنا ويوفق الجميع، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على الكل. إن شاء الله الدوري بإذن الله تعالى. أمنيتك في عام 2023؟ إن شاء الله أنها القضاء على وباء كورونا يا رب العالمين، والجماعة يكونون في صحة وعافية يا رب. دائما يا رب، هذه أهم شيء الصحة والعافية. الشيء الثاني نبغي دولة الإمارات تكون رقم واحد في جميع المجالات يا رب. بعيد عن كرة القدم، بعيد عن كل شيء. أمنيتك في عام 2023؟ ما عندك أمنية؟ ما عندك أمنية في عام 2023؟ ما عندي والله، ما عندي. خلي يجي بالسلامة. خلي الأمنية يوصل له بالسلامة. بعد بفكر شيء. يفكر شو أمنيته في عام 2023. على حلقتنا برنامج خليك إيجابي. النتيجة كانت هدف لكل منهما. النتيجة ليس لكانت لمصلحة العين ولا لمصلحة الوصل، هي خدمة الأهلي، شباب الأهلي، كذلك خدم الجزيرة، خدم الوحدة بهذه النتيجة. برنامجكم خليك إيجابي.